بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. نكمل مع بعض بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس موضوعنا الهام عن الإنسان المسيحي وحياة القداسة والبر والطهارة. وقلنا أن الإنسان المسيحي المفروض أن هو يعيش في حياة البر والقداسة والطهارة وتشبه بسيده ربنا يسوع المسيح اللي قال نزور القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. وكلمنا عن حياة العفة وحياة الطهارة وحياة القداسة وتكلمنا عن خطية النجاسة والزنا والشهوة الردية وكلمنا عن التوبة والرجوع إلى الله وكلمنا عن أمثلة لقديس التوبة وكيف رجعوا إلى الله وكلمنا عن أمثلة كثيرة لقديسين عاشوا طول حياتهم في حياة القداسة والبر والطهارة وتكلمنا على أقوال القديسين في الأسبوع الماضي عن 40 قول من أقوال القديسين لـ12 من قديس الكنيسة الكبار اللي عاشوا في حياة القداسة والبر والطهارة. وفاضل نتكلم الأسبوع النهاردة والأسبوع الجاي ونختم الموضوع. وعايز أقول النهاردة بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس أن الإنسان المسيحي اللي بيحيا في حياة القداسة والبر والطهارة مش بس بيقتني الفضائل دية ولكن بيحيا في الكمال المسيحي، بيبقى عنده مبادئ روحية عالية ومتحلي بالفضائل المسيحية السامية. هو إنسان عرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة، أصبح مبدأه بيقول أن كل شيء المسيح في حياتي. معلمنا بولس الرسول بيقول لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله، مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي، في رسالته إلى غلاطيا الإصحاح الثاني عدد 19 و20. الإنسان اللي عايش في حياة القداسة والبر والطهارة هو إنسان بيجعل الله يملك على قلبه، بينفذ وصية ربنا يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. هو إنسان ما يخليش قلبه يتعلق بأي شيء غير المسيح وحده. المسيح بيملك على قلبه وعلى فكره وعلى مشاعره. هو إنسان أصبح مكرس لله. معلمنا بولس الرسول بيقول أنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله، في كورنثوس الأولى 6 عدد 19 و20. تكريس القلب لله معناه أن الإنسان يعيش في سيرة مقدسة ويمشي حسب خطوات الرب يسوع المسيح اللي قال عنه الكتاب لأنه وضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته. معلمنا بولس الرسول بيقول لتسلكوا كما يحق للرب في كل الرضا، مثمرين في كل عمل صالح، نامين في معرفة الله، في كولوسي الإصحاح الأول عدد 10. الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة البر والقداسة والطهارة بيلبس بر المسيح. يعني يحيا في حياة البر يعني يلبس بر المسيح، يعني المسيح هو الذي يبرره وهو الذي يقدسه وهو الذي يهبه الطهارة. قال معلمنا بولس الرسول في رومية 13-14 البسوا الرب يسوع. ده في سفر الرؤيا معلمنا يوحنا الحبيب قال لنفرح ولا نتهلل ولنعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وأمرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبريرات القديسين، في رؤية 19 عدد 7 و8. ويقول كده هو در القديسين هو الرب يسوع زي ما بيقول الكتاب لأن الرب هو درنا. الإنسان المسيحي اللي عاش في حياة القداسة والبر والطهارة يشعر أن الله أمامه في كل حين، مش بيعيش في القداسة يوم الحد ويوم السبت بيلخبط،
يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يقول ها أنا ذا واقف على الباب أقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. معلمنا داود النبي يقول جعلت الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع. كل حياته بقت فيها قداسة، كل حياته بقى فيها كمال، كل حياته بقى فيها نقاوة، لأن وضع الرب أمامه في كل حين. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي وجسدي وأيضا أسكن مطمئنا. في مزمور 16 عدد 8 و9، الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة البر والقداسة والطهارة هو إنسان يحيا في شركة القديسين، زي ما تمثل بربنا يسوع المسيح يتمثل أيضا بالقديسين اللي تمثلوا بربنا يسوع المسيح وسبقونا. يتعلم الإيمان من أبونا إبراهيم، ويتعلم الطاعة من أبونا إسحاق، ويتعلم العفة من يوسف الصديق، والصبر من أبونا أيوب، والتواضع من داود، والقداسة من أخنوخ، والغيرة من إيليا، والوداعة والحلم من موسى النبي. يتعلم المحبة من يوحنا الحبيب، والشجاعة من القديس بطرس، والدقة من القديس لوقا، والشهادة من الشهيد استفانوس، والبذل من القديس بولس، والكرازة من القديس مريمرقس. وهكذا يعيش الإنسان المسيحي في كل الفضائل، لأنه حياة القداسة والبر والطهارة هي محور للفضائل المسيحية اللي المفروض نعيش فيها. وعلشان نعرف من بداية الطريق إن الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة القداسة والبر والطهارة هيقابل ضيقات وهيقابل اضطهادات، ولابد إن هو يعيش في شركة الألم مع المسيح عشان يعيش في شركة المجد مع المسيح. يقول معلمنا بولس الرسول في رومية 8:17، إن لم نتألم معه لن نتمجد أيضا معه. يقول كده الكتاب، لأنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، في عبرانيين 2:18. ويقول أيضا معلمنا يعقوب في 4:15، هو قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. ولاحظ أن ربنا لو سمح بضيقة أو تجربة لاختبار إيماننا أو لتزكية إيماننا، لا يجربنا فوق ما ينبغي أو فوق ما نستطيع. يقول إن الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما لا تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا، في كورنثس الأولى 10:17. ولازم الواحد في وقت التجربة عشان ياخد بركة التزكية وشركة المجد يثق في الرب في وقت التجربة، يرمي كل همه على ربنا وهو واثق إن الله يعتني بيه. ده بيقول ملقين كل همتهم عليه وهو يعتني بكم. أرميا النبي يقول الرب معي كجبار قدير، من أجل ذلك يعصر مضطهدية ولا يقدرون، خزوا خزيا لأنهم لم ينجحوا، خزيا أبديا لا ينسى، في أرميا 2:11. ومعلمنا بولس الرسول يقول في العهد الجديد، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضروريات والاضطهادات والضعفات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 12 وعدد 9 و10. الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة البر والقداسة والطهارة يحيا في اتكال كامل على الله. يقول سليمان الحكيم في الأمثال، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في أمثال 3:5. الأرشيدياكون حبيب جرجس يقول، احتجب في الرب يسوع كطير يلتجئ إلى وكره الأمين، إن الطير متى ارتفع إلى العلو يأمن شباك الصيادين، فخذ أنت جناحي الرحمة الإلهية والأذرع القوية تنجو من مخالب الأعداء الذين يكمنون لك في الطريق. كان الأرشيدياكون حبيب جرجس عظيم وجبار ونور في بداية القرن العشرين، وقال عنه قداسة البابا، كانت ظلمة على وجه الأرض
وقال الله ليكن نور، فكان النور حبيب جرجس. وقال له أب أنت ونحن عشنا بالحب على صدرك نحبه. هو بعث النهضة الحديثة في القرن الحديث في القرن العشرين. الإنسان المسيحي اللي عاش في حياة البر والقداسة والطهارة هو إنسان بيحيا من أجل الملكوت، وكل يوم من أجل الملكوت. بولس الرسول يقول في رومية 8:18: لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلم فينا. كل آلام الحياة الحاضرة لا توازي ذرة من دهاء الملكوت. لما ربنا يشرق علينا بنوره الإلهي ويقول لنا تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة القداسة والبر والطهارة إنسان يحيا في حياة الاتضاع. شفنا الأنبا أنطونيوس يتضع حتى أمام الشياطين. تواضع المحبة من أساس الفضائل، أساس الوداعة، رباط الكمال. تواضع مهذب الروح. التواضع يدخل السلام إلى النفس، هو كنز الحكمة ومفتاح الراحة ومدخل للعفة وطريق للقداسة ومؤدي إلى الطهارة وإلى كمال البر. ربنا يسوع المسيح يقول توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. أيضا الأرشدياكون حبيب جرجس يقول كن متواضعا مع الكبير والصغير، وديعا أمام الجميع فتصير محبوبا من الجميع. تصير محبوبا من الله والناس. لا تتعجب بنفسك إن فعلت شيئا حسنا، بل مجد الله الذي وهبك تلك العطية وأنعم عليك بهذه النعمة. الإنسان المسيحي اللي عاش في حياة البر والقداسة والطهارة إنسان يحيا في مدرسة المحبة. المحبة مدرسة سامية مقدسة نتعلم فيها كل دروس الفضائل. رئيس مكتبة مدرسة المحبة هو رب يسوع المسيح نفسه اللي قيل عنه الله محبة. أسس هذه المدرسة بالمحبة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الدروس اللي ربنا يسوع المسيح بيقولها لنا في مدرسة المحبة بيقولها بمحبة، والامتحان تظهر نتيجته بالمحبة، وبيعرف التلميذ إن كان ناجح لو كان كمل بالمحبة اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحسد ولا تظن سوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصبر كل شيء وترجو كل شيء. المحبة لا تسكت أبدا. دي مدرسة المحبة اللي تخرج منها القديسين والشهداء والمجاهدين والنساك والعباد ولباس الصليب وجميع الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى ظهر الظهور. قديس يوحنا الحبيب يقول الله محبة، من يسجد في المحبة يسجد في الله والله يسجد فيه. وربنا يسوع المسيح يقول لنا وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة البر والقداسة والطهارة هو إنسان عنده طول أناه وعنده عدم غضب. سليمان الحكيم يقول طول الروح خير من تكبر الروح. لا تسرع بروحك إلى الغضب لأن الغضب يستقر في حضن الجهال، في سفر الجامعة إصحاح 7:8-9. ويقول أيضا بطيء الغضب خير من الجبار، ومالك نفسه خير من مالك مدينة. الأرشيداكون حبيب جرجس يقول الغضوب يقتل نفسه بنفسه ويقضي عليه بغيظه، فقلب الغضوب خانق في كل حين، جبينه مقتضب، مزاجه سقيم، حاله في يأس، فهو دائما حزين النفس ومكتئب الروح وفاقد الشعور، عينه شريرة وهو مكروه من الجميع. وبعدين يقول وأما طويل الروح الذي عنده كثرة الأناه يكون دائما فرحا ومسرورا ولا يعرف الغضب ولا يشعر بالحقد
ولا يظلم ولا يحزن ولا يعتدي على الآخرين، يعالج جميع أموره بالصبر والهدوء وطول الأناة. ولو كلمنا عن الصبر نقول دي فضيلة بيتحلى بها الإنسان اللي عايش في حياة القداسة والبر والطهارة. يقول رب المجد: فالذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، في متى 10:22. ومعلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس في رسالته الثانية صحاح 2:12: إن كنا نصبر فسنملك أيضا معهم. ورب المجد يقول لنا: بصبركم تقتنون أنفسكم. يا ريت إن إحنا نتحلى بفضيلة الصبر، لأن هي ثمرة حلوة من القداسة والبر والطهارة. الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة القداسة والبر والطهارة إنسان صادق وما يكذبش. أصل اللي قدر يرجم شهوته ويرجم أفكاره ويرتفع بجسده ويقوده روحه وروحه يقودها روح الله، يقدر يبطل الكذب ويقدر يبطل الحلفان ويكون إنسان صادق. سليمان الحكيم يقول في الأمثال: كراهة الرب شفع تاكذب، وأما العاملون بالصدق فمرضاه. ومعلمنا بولس الرسول يقول: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء بعض، في أفسس 4:25. أحب برضه أقول عبارة تانية للأرشدياكون حبيب جرجس، يقول: ليكن كلامك واحداً، لا تميل مع الريح، كن دائماً صادقاً في كل أقوالك لتحوز ثقة من تكلمه، اهرب من الكذب وفي كل أحوالك، فيكفي أن الكذب خطية بشعة أن كل إنسان يتبرأ منها حتى لو كان يصنعها. لما تقول لواحد أنت كذاب، أول رياكشن يقول لك: لا أنا مش كذاب، حتى لو هو كذاب. حاجة الواحد يكره أنه هو تلتصق في هذه الصفة. الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة البر والقداسة والطهارة إنسان فرحان، إنسان دشوش، ما عندوش الكآبة. كن فرحاً بالرب في كل حين، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضاً افرحوا. ولو نعرف أن معلمنا بولس الرسول كتب العبارة دي في رسالة فيليبي لما كان مسجون في سجن فيليبي، وكتب الرسالة وهو مسجون والسلاسل في إيديه، ومع بعض الناس التانيين يبقوا في السجن، يبقى في منتهى الكآبة أن هو مسجون من أجل المسيح، ما عملش جريمة، فأقول من جوه السجن: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. داود النبي كان عنده الفرح ده، يقول: افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، اهتفوا يا جميع مستقيم القلوب. ما هل الإنسان اللي عايش في القداسة والبر والطهارة يبقى فرحان؟ لأن عنده استقامة في القلب، عارف أنه هو يعيش في البر وفي القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعين الرب. الإنسان المسيحي اللي عايش في حياة البر والقداسة والطهارة إنسان عنده قناعة. يقول معلمنا بولس الرسول: أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، فإن كان لنا الكت والكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسكتون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة، تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل شرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. قناعة، قناعة داخلية يحيا فيها الإنسان المسيحي. هو ده موضوعنا عن الإنسان المسيحي في حياة القداسة والعفة والطهارة. إنسان بيتحلى بالفضائل دي والفضائل التانية اللي حواليها، لأن فضيلة بتجيب فضيلة، وأيضا طبعا رزيلة بتجيب رزيلة. هو إنسان يشعر بوجود الله في كل حين، إنسان سلم حياته وكرس قلبه للمسيح، إنسان بيلبس بر المسيح، إنسان عايش في شركة القديسين، إنسان يشترك في آلام المسيح لكي يشترك أيضا في مجد المسيح، إنسان بيتكل على ربنا وبيعيش من أجل الملكوت، إنسان بيسلك بالتواضع وبيعيش في المحبة وبيتحلى بطول الأناة وعدم الغضب، إنسان عنده صبر وطول أناة، إنسان صادق ولا يكذب، إنسان بشوش، فرحان بالرب، عنده قناعة وحب في العطاء. هي دي حياة القداسة والبر والطهارة والصفات الملتصقة بيها. صحيح دي دعوة من ربنا
لو ربنا ادانا عمر وعشنا في بدايه العام الجديد ان احنا نعيش حياه القداسه والطهاره والنقاوه والعفه عشان نلبس الثوب الابيض ونبقى عايشين في سيره سماويه وننمو في الفضيله ونعيش من اجل الله ونعيش معه ونعيش من اجله علشان خاطر ربنا يعطينا اللي احنا نشتاق ونتمتع بالابديات حتى واحنا على الارض. هنختم موضوعنا المره جايه بموضوع انطلاق الروح. من اعظم الكتب اللي كتبها سيدنا البابا حتى وهو كان شماس كتاب انطلاق الروح، ويتكلم على انطلاق الروح مش الانطلاق اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، هذا افضل جدا. مش بيتكلم يعني عن خروج الروح من الجسد عشان الانسان يموت ويروح السماء، يقول لسه قبل الانطلاقه دي في انطلاقه اخرى للروح. هو ده موضوعنا المره الجايه، كيف ينطلق الانسان بروحه حتى هو لسه عايش بالجسد عشان يحلق في الروحيات. من اعظم الكتب اللي كتبها سيدنا، انا كل اللي هعمله المره الجايه هلخص هذا الكتاب، لانه كتاب انطلاق الروح كان له تاثير عجيب جدا في الكنيسه في الأربعين سنه الاخيره. يا ما ناس اتاثرت بيه، ناس اترهبنت، ناس اترسمت كهنه، ناس اترسمت اساقفه. كان له ثوره روحيه في الكنيسه وغير قلوب الكثيرين، واحنا كنا وزعنا الكتاب ده هديه للكنيسه كلها عشان خاطر نحيا في انطلاق الروح. ولربنا المجد الدائم للابد امين.